السلام عليكم طلاب وطالبات الفرقة الرابعة في مادة إعداد وتحليل تقارير المالية، إعداد فاتن أحمد عبد المعز مدرس مساعد كلية تجارة جامعة القاهرة. إن شاء الله النهاردة هنتناول الفصل الثاني من مادة إعداد وتحليل التقارير المالية. الفصل الثاني إن شاء الله بيتكلم عن أساسيات التحليل المالي. أول حاجة، يعني إيه التحليل المالي؟ هو عملية دراسة وتحليل البيانات والمعلومات الحالية والتاريخية الواردة في القوائم المالية الخاصة بالشركة أو المنشأة، بالإضافة إلى بعض البيانات الأخرى، وذلك باستخدام بعض الأساليب الرياضية والإحصائية لاستخراج مجموعة من النسب والمؤشرات المالية التي توضح العلاقات بين بنود القوائم المالية، وذلك لتقييم الأداء المالي الفعلي للمنشأة والتنبؤ بالوضع الاقتصادي المستقبلي للشركة، بما يساعد في عملية اتخاذ القرارات. وبناء على ذلك، فإن التحليل المالي يعد نظام معلومات يستخدم مخرجات النظام المحاسبي كمادة أولية أو كمدخلات في التحليل المالي. بمعنى تاني، إن أنا بستخدم القوائم المالية والتقارير المالية الخاصة بالمنشأة علشان أعمل بعض العلاقات ما بين هذه البنود. بعد ما بعمل هذه العلاقات، بستخرج منها مؤشرات ونسب مالية أقدر من خلالها أحكم على الأداء المالي للشركة، هل الوضع بتاع الشركة مستقر أم هناك تعثر، أم الوضع المستقبلي للشركة هيبقى فيه تحسن أو إن هو هيبقى فيه تعثر أو إفلاس. يبقى من خلال التحليل المالي أقدر أقيم الأداء المالي الفعلي للمنشأة والوضع الاقتصادي المستقبلي ليها، بالتالي هقدر إن أنا آخد قرار هل إن أنا أستثمر في هذه المنشأة أم إن أنا أنصرف عنها. ده فيما يخص مفهوم التحليل المالي. أغراض التحليل المالي: أول حاجة تحديد الهيكل التمويلي للمنشأة، تاني حاجة أحدد كفاءة الدورة التشغيلية للمنشأة، تالت حاجة إن أنا أحدد الأداء أو الاتجاه اللي رايحة فيه المنشأة، تحديد الاتجاهات، رابع حاجة تحديد درجة المرونة، هل في مرونة إن أنا يعني أتعامل مع هذه المنشأة ولا في تعقد من خلال العلاقات ما بيني وما بين هذه المنشأة ولا لا. يبقى الهدف من التحليل المالي إن أنا أحدد 4 نقاط. أول حاجة أحدد الهيكل التمويلي للمنشأة، هل الهيكل التمويلي بتاع المنشأة دي كويس ولا لأ؟ هل المنشأة عليها قروض؟ هل المنشأة لديها أصول كافية أم لا؟ يبقى أول حاجة إن هي بتحدد لي أصول المنشأة ومصادر تمويل هذه الأصول. تاني حاجة كفاءة الدورة التشغيلية للمنشأة، إن أنا أحدد كفاءة المراحل اللي بيمر بيها إنتاج السلعة أو الخدمة، وأيضا عملية البيع وتحصيل ثمن هذه السلعة أو الخدمة. أشوف العمليات أو المراحل اللي بيمر بيها المنتج دوت، هل ماشية بكفاءة ولا لأ؟ من خلال برضو تحليل المالي أقدر أحدد الجزئية دي. تالت حاجة الاتجاه، تحديد الاتجاهات التي يأخذها أداء المنشأة على مدار عدة فترات. يعني أقدر أحدد أداء المنشأة دلوقتي كويس، بعدين هيبقى كويس ولا مش كويس، قبل كده كان الوضع عامل إزاي، من خلال برضو استخدام النسب والمؤشرات اللي بتعتمد على البنود الموجودة في القوائم المالية والتقارير المالية. رابع حاجة تحديد درجة المرونة، إن أنا أحدد درجة المرونة التي تتعامل بها المنشأة مع الأحداث غير المتوقعة، زي مثلا الانحراف في المبيعات، هل المنشأة عندها قدرة إن هي تتعامل بسرعة مع الأحداث الفجائية والمفاجئة ولا ما عندهاش
قدرة على مواجهة مثل هذه الأحداث، أو في التدفقات النقدية نتيجة ظروف خاصة أو عامة. هل برضو المنشأة عندها درجة مرونة عالية إن أنا أتعامل مع هذه المنشأة ولا لأ، ولا هي بتفرض لي تعقيدات، فبالتالي إيه بلاش إن إحنا نتعامل مع هذه إيه المنشأة. يبقى في قرارات كتير، سواء قرارات استثمارية قرارات توريدية، بقدر أخدها بناء على التحليل المالي. بعد كده بنتكلم عن الفئات المهتمة بالتحليل المالي. عندنا أطراف داخلية دول من جوه المنشأة، وأطراف خارجية. أول حاجة الأطراف الداخلية زي مثلا الإدارة، بتهتم طبعا جدا بالتحليل المالي، والعاملون داخل الشركة طبعا، خاصة إذا كان هناك استثمارات من قبل هؤلاء الايه العمال او العاملون في هذه المنشأة، فبالتالي يهمهم جدا ان هم يعملوا تحليل مالي للايه للمنشأة. تاني حاجة الأطراف الخارجية. زي مين الأطراف الخارجية؟ مثل الدائنون والمقرضون، المستثمرون، الحاليون والمرتقبون، هما هيجوا بعد كده، الموردون، العملاء، الجهات الأخرى زي أجهزة التخطيط والرقابة، اتحاد العمال، مصلحة الضرائب، كل دي جهات بتهتم بالتحليل المالي. طيب إيه هي مصادر معلومات التحليل المالي؟ إزاي أطلع معلومة من خلالها أقدر أعمل تحليل مالي لهذه المعلومة؟ أولا المعلومة اللي أنا بجيبها من حاجتين، إما معلومات داخلية، مصادر معلومات داخلية، أو مصادر معلومات خارجية. مصادر معلومات داخلية أو مصادر معلومات جاية من إيه؟ من بره المنشأة. طب إيه هي مصادر معلومات داخلية؟ زي مثلا القوائم المالية، والتي تتضمن قائمة الدخل، قائمة المركز المالي، قائمة التدفقات النقدية، قائمة الأرباح المحتجزة، قائمة التغيرات في حقوق الملكية. يبقى من مصادر المعلومات الداخلية عندي القوائم المالية، الخمس قوائم دول. بعد كده بيجي عندي الإيضاحات المتممة للقوائم المالية، وتقرير مراقب الحسابات، وتقرير الختام لأعضاء مجلس الإدارة. كل دي بتندرج تحت مصادر معلومات داخلية. طيب أما إيه هي مصادر المعلومات الخارجية؟ هي المعلومات والبيانات الصادرة من الجهات المختلفة. تاني، دي عبارة عن معلومات أو بيانات بتجيلي من مصادر أو جهات مختلفة، برضو من خلالها أقدر أطلع مؤشر يفيدني في اتخاذ القرار الاستثماري. زي مين مثلا الجهات دي؟ زي سوق المال اللي هو البورصة، اللي هي سوق الأوراق المالية، وزارة المالية، وزارة الاقتصاد، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، البنك المركزي. تاني حاجة مكاتب السمسرة. تالت حاجة التشريعات والقوانين الخاصة بالضرائب والرسوم الجمركية. رابع حاجة النشرات الاقتصادية الصادرة من الهيئات الحكومية ومراكز الأبحاث. يبقى احنا عندنا كده كذا مصدر للحصول على المعلومة اللي أنا هقدر من خلالها أوصل لتحليل مالي يفيدني في اتخاذ قرار الاستثماري، بهدف إن أنا أحتفظ بورقة مالية، أو إن أنا أبيع ورقة مالية في وقت ما، أو إن أنا أشتري ورقة مالية في وقت ما. طيب هنيجي بعد كده للاعتبارات
الواجب أخذها في الحسبان عند القيام بعملية التحليل المالي. يجب على المحلل المالي إن هو يكون ملم بطبيعة نشاط الشركة اللي هو هيكون بتحليل القوائم المالية الخاصة بيها، إن هو برضو يكون على دراية بالشركات المماثلة للمنشأة، يعني شركة عقارات أشوف المجال عندي الشركات المنافسة ليها أو الشركات اللي بتعمل في نفس النطاق وإيه، ويبقى على دراية بيها. يبقى أول حاجة إن هو يكون ملم بطبيعة نشاط المنشأة، وأن يكون على دراية بالشركات المماثلة للمنشأة التي يقوم بتحليل قوائمها المالية. طيب تاني حاجة لازم يكون محايد، ما جيش أنا أحلل القوائم المالية للشركة وأكون قلبا وقالبا مع الوضع بتاع الشركة، لا أنا أكون محايد ولا أكون مع الشركة ولا أكون ضد الشركة. طيب إيه الهدف بقى؟ إن أنا أوصل لحقيقة ما حول الوضع المالي للإيه؟ للشركة دي، سيكون هدف الوصول إلى الحقائق وتفسيرها بناء على المعلومات المتاحة عن المنشأة والمنشآت المماثلة. بكون محايد عشان أوصل لحقائق وتفسيرها بناء على المعلومات اللي عندي بخصوص المنشأة والمنشآت مين المماثلة. تالت حاجة أن يركز على تشخيص أسباب نقاط القوة ونقاط الضعف والتنبؤ بالاتجاهات المستقبلية. رابع حاجة أن يتميز بالقدرات والمهارات العلمية والعملية التي تمكنه من تفسير النتائج والتنبؤ بالاتجاهات المستقبلية. يبقى عنده خبرة ومهارة في تحليل إيه؟ هو مش أي حد يجي إيه يقول لي انا محلل مالي يعمل لي مؤشرات نسب، يقول لي لا انا لازم يكون عنده خبره ماليه ومحاسبيه بناء عليها بيقدر يفسر النتائج اللي عندي، ويقدر من خلالها ان هو يتنبأ باتجاهات المنشأة وادائها ايه في المستقبل. خامس حاجه ان يكون باستخدام اكثر من اداه من ادوات التحليل المالي، عنده قدره ان هو يستخدم كذا اداه من ادوات التحليل المالي. ان يحدد الافتراضات التي اعتمد عليها أثناء عملية التحليل المالي، إيه هي المبادئ بتاعته والأسس اللي استخدمها في إيه عملية التحليل المالي. الجزئية الرابعة أن يأخذ في اعتباره أن هناك الكثير من البيانات التي يمكن الحصول عليها من خارج القوائم المالية والتي يجب أخذها في الحسبان، يعني مش كله هعتمد على البيانات والقوائم، لا ده أنا في معلومات لازم أحصل عليها من خارج مين؟ من خارج المنشأة فيما يخص المنشأة نفسها. زي إيه؟ زي المعلومات عن القضايا المرفوعة ضد المنشأة، دي معلومات مش هقدر أحصل عليها من داخل المنشأة. الجزئية اللي بعد كده أن يدرك أن إعداد التقارير المالية يتم بشكل دوري، وذلك عن فترات مالية قصيرة نسبيا مقارنة بالعمر الافتراضي للمنشأة. يبقى لازم المحلل المالي بيكون على دراية بطبيعة المنشأة، لازم يكون محايد، لازم يبقى عارف نقاط القوة والضعف الخاصة بالمنشأة، لازم يبقى عنده مهارة في مهارة محاسبية ومالية في تحليل التقارير والقوائم المالية عشان يطلع بمؤشرات بتعبر فعلا عن الوضع المالي للمنشأة. لازم يقدر يجمع ما بين أكتر من أداة أو يستخدم كذا أداة في التعبير عن مؤشرات الخاصة بالتحليل المالي. يبقى عنده مبادئ في عملية التحليل المالي، يدرك إن في معلومات خارجية لابد من الحصول عليها. تالت حاجة إن هو بيدرك إن إعداد التقارير لازم بيتم بشكل دوري. طيب لازم برضو المحلل المالي ياخد في اعتباره ان القوائم المالية عرضة لبعض القيود، ان القوائم المالية اللي انا هعمل لها تحليل مالي دي ممكن انها تعيق عملية التحليل،
ليه؟ قالك لأنها بتتعرض لبعض القيود التي تحد من فائدتها. يبقى في بعض القيود اللي هي هتجعل القوائم المالية غير مجدية أو غير مفيدة بشكل ما. طب إيه هي القيود ديت؟ أول حاجة افتراض ثبات القوة الشرائية لوحدة النقد في الجنيه. تاني حاجة التسجيل التاريخي، إن أنا بعتمد على التكلفة التاريخية بس، كل حاجة التاريخ. الحكم والتقدير الشخصي، قدرة الإدارة في التأثير على محتوى ومضمون القوائم المالية. الإدارة تأثر على محتوى ومضمون إيه؟ تلعب في المعلومات اللي هتديها لي. مرونة اختيار الطرق والسياسات المحاسبية، برضو إن عن طريق إن الإدارة برضو تقدر تختار السياسات المحاسبية اللي تناسب طبيعة شغلها، وإن هي تقدر من خلالها تخفي أرباح أو تخفي خسائر بما يصب في مصلحتها الخاصة يعني. يبقى دي بعض الاعتبارات اللي ممكن تحد من فايدة مين القوائم المالية وتصبح منفعتها مش مجدية بالنسبة لي. أنواع معايير التحليل المالي، عندي 4 معايير. أول معيار وهو معيار التحليل المالي المطلق، تاني حاجة معيار التحليل المالي لصناعة معينة، صناعة السيارات مثلا، صناعة الأساس، معيار التحليل المالي التاريخي، معيار التحليل المالي المخطط. طيب معيار التحليل المالي المطلق اللي هو ايه؟ المعيار ده بيجيب لك مجموعة او انواع كثيرة من الصناعات ويبدأ يعمل لي نسب ومعدلات ومؤشرات لايه اللي بيتم تطبيقها في هذه الصناعات، عبارة عن مجموعة النسب والمعدلات اللي بيتم تطبيقها لجميع انواع الصناعة وفي كافة الاحوال، زي نسبة التداول من 2 إلى 1. يبقى هنا بيلم لي كل النسب والمعدلات لكل مين؟ لكل الصناعات. يبقى ده اسمه ايه؟ التحليل المالي المطلق. تحليل مالي مطلق ده لجميع انواع الصناعات، نسب ومؤشرات زي نسبة السيولة، معدل دوران الأسهم وهكذا. معيار التحليل المالي لصناعة معينة ده بيجيب متوسط نسب مالية معينة لمجموعة كبيرة من المنشآت بس في نفس ايه؟ في نفس الصناعة، مش لكذا صناعة. اللي قبل كده اللي هو المطلق ده كان لجميع انواع الصناعات، لا. اما معيار التحليل المالي لصناعة معينة ده عبارة عن متوسط نسب مالية معينة لمجموعة كبيرة من المنشآت بتعمل في نفس الصناعة عن فترة مالية معينة. يبقى تاني هو عبارة عن متوسط نسبة مالية معينة لمجموعة من المنشآت بتعمل في صناعة معينة خلال فترة معينة. طيب تالت حاجة معيار التحليل المالي التاريخي. ايه هو معيار التحليل المالي التاريخ؟ بيقول لك هو عبارة عن النسب والأرقام في الفترة أو الفترات المالية السابقة للمنشأة والتي يتم بناء عليها تقييم الوضع الحالي للمنشأة والتنبؤ بالمستقبل. يعني يجيب لي نسب وأرقام خاصة بالمنشأة ويقول لي هي دلوقتي وضعها عامل إزاي، طب هي مستقبلا عاملة إزاي. ده بناء على إيه؟ على إيه؟ الوضع المالي التاريخي بتاعها في الفترات السابقة. ده اللي يقصد بيه معيار التحليل المالي التاريخي. طيب معيار التحليل المالي المخطط المستهدف طبعا هي عبارة عن ايه؟ الأهداف المخططة مستقبلا أو مسبقا من قبل المنشأة. ايه هي الأهداف المخططة مسبقا من قبل المنشأة؟ يبقى عندنا 4 أنواع من المعايير: مطلق، معيار تحليل مالي لصناعة معينة، تاريخي، مخطط. طيب نيجي بعد كده لمستويات التحليل المالي. مستويات التحليل المالي عندنا كذا مستوى. أول حاجة على مستوى المنشأة، يعني بعمل تحليل مالي للمنشأة بتاعتي، أو على مستوى القطاع بيتم أخذ القطاع التي تنتمي إليه المنشأة في الاعتبار، وبالتالي التعرف على نقاط القوة والضعف لدى المنشأة من خلال مقارنتها
بالشركات المماثلة داخل نفس القطاع، وده طبعا بيحصل من خلال الايه البنش مارك اللي هو القياس المرجعي. طب ازاي بيحصل؟ ان انا بشوف الشركة بتاعتي بقارنها بالشركات المماثلة في نفس القطاع، لو انا مثلا سيارات او ان انا عقارات او فبقارن الشركة بتاعتي بالشركات المنافسة، من خلال هذه المقارنة اقدر اطلع نقاط الضعف عندي ونقاط القوة بتاعة المنشأة. يبقى دوت على مستوى القطاع. طب على مستوى بقى الاقتصاد هو التحليل الأشمل، حيث يأخذ في الاعتبار كلا من ظروف القطاع والظروف الاقتصادية، وظهر أهميته مع ظهور الشركات متعددة الجنسيات اللي بتعمل في مختلف الدول، مما يساعد على تأثير الدولة بالمنافسة الخارجية وبعض السياسات والقوانين الدولية. بقى هنا على مستوى الاقتصاد إن أنا أقدر أقارنها مش على مستوى الدولة بس، لأ نقدر أقارنها على مستوى الدول الأخرى. بقى عندي على مستوى المنشأة وعلى مستوى القطاع وعلى مستوى الاقتصاد، دي المستويات المتعلقة بالتحليل المالي. بعد كده أدوات وأساليب التحليل المالي، عندي نقطتين، عندي التحليل الرأسي والتحليل الأفقي، دي أداة من أدوات التحليل. تاني حاجة عندي النسب والمؤشرات المالية، وطبعا هنتناول الحاجات دي دلوقتي في بعض التمارين. أول حاجة يعني إيه تحليل رأسي؟ قالك هو عبارة عن تحويل الأرقام المطلقة للبنود إلى نسب مئوية أو وزن نسبي للبند، وذلك خلال الفترة المالية الواحدة. تاني، عبارة عن تحويل الأرقام المطلقة للبند إلى نسبة مئوية أو وزن نسبي، ده فين؟ ده في الفترة المالية الواحدة، خلال الفترة المالية الواحدة. طب بيقولك هنا على سبيل المثال التحليل الرأسي لبنود قائمة المركز المالي، لو أنا مثلا نسبة كل بند من البنود إلى إجمالي الأصول، أشوف نسبة كل بند من البنود اللي عندي فيما يتعلق بالأصول إلى إجمالي مين الأصول، زي إيه مثلا؟ قال لك نسبة الأراضي إلى إجمالي الأصول، نسبة المخزون إلى إجمالي الأصول. يبقى أول نقطة في التحليل الرأسي أقدر من خلالها أعمل تحليل مالي، إن أنا أمسك كل بند من بنود الأصول وأقدر أنسبها إلى مين؟ إلى إجمالي الأصول، وأطلع لها وزن نسبي من خلالها أقدر طبعا أي أحكم أو يبقى مؤشر عندي فيما يتعلق بالبند ده. طيب في إيه تاني أقدر أستخدمه؟ قال لك أه ممكن تجيب نسبة كل بند من بنود القايمة إلى إجمالي المجموعة التي ينتمي إليها البند ده. يعني مثلا لو جبت الآلات، الآلات دي بتنتمي إلى الأصول الثابتة، فانا اعمل ايه بقى؟ نسبة ما بين الالات والايه والاصول الثابتة، اشوف نسبتها قد ايه، نسبة الايه الالات الى اجمالي الاصول الثابتة، المخزون الى اجمالي الاصول المتداولة. تبقى اول حاجة كانت نسبة كل بند الى اجمالي الاصول كلها، ما فرقناش ما بين اصول ثابتة واصول متداولة، لا ده انا جمعت كل الاصول ونسبت ايه البند ايه الى اجمالي الاصول، او ان انا اخد كل بند وانسبه الى المجموعه الفرعيه ايه المجموعه سوري اللي بينتمي اليها، يعني الالات بتنتمي ليه الاصول الثابته، المخزون بينتمي الى الاصول المتداوله، وهكذا. عندي نقطه تانية اللي هي نسبه كل بند الى جمله المجموعه الفرعيه التي ينتمي اليها، زي مثلا نسبه بضاعه تامه الى مين الى اجمالي المخزون والفرعيات يعني. طيب ده أول حاجة كان التحليل الرأسي لبنود قائمة المركز المالي.
طيب لو تحليل الرأسي لبنود قائمة الدخل، طبعا بنعمل ايه بقى؟ نسبة ما بين البنود ومين صافي ايرادات المبيعات، بنعمل نسبة ما بين بنود قائمة الدخل الى مين صافي ايرادات المبيعات. ده فيما يتعلق مين بالتحليل الرأسي، باخد كل بند وانسبه الى اجمالي الاصول او اجمالي المجموعة اللي بينتمي اليها او ايه جملة المجموعة الفرعية اللي بينتمي اليها، او تحليل رأسي على مستوى قائمة هنا دخل، بنسب طبعا برضو البنود اللي عندي إلى صافي مين إيرادات المبيعات. طيب تاني حاجة التحليل الأفقي، بيطلق عليه تحليل السلاسل الزمنية، وتتم عملية التحليل الأفقي من خلال دراسة حركة البند أو النسب المالية عن طريق مقارنة البند لفترتين أو عدة فترات مالية. البند الواحد أعمل عملية مقارنة ما بين السنة اللي فاتت والسنة دي، وذلك للتعرف على مقدار واتجاه التغير لحركة البند، هل في بقى نقص في المخزون، زيادة في المخزون. ويتم التحليل الأفقي بالديناميكية مما يوفر صورة أكثر دقة عن واقع المنشأة وعن الاتجاهات الإيه المستقبلية. يبقى يطلق عليه تحليل السلاسل الزمنية لأن أنا بيبقى عندي كذا سنة، من خلال الكذا سنة دول أقدر أشوف حركة البند ده بتزيد بتنقص على فترات إيه متواصلة. ده فيما يخص التحليل الأفقي. طيب ازاي بقى النسبة بتاعته بتبقى ازاي؟ بنقول قيمة التغير في البند. عشان اجيب قيمة التغير في البند من سنة لسنة بعمل ايه؟ قالك بتساوي قيمة البند في السنة الحالية، هي السنة دلوقتي، ناقص قيمة البند في السنة السابقة اللي هي سنة الأساس. يبقى أنا عندي سنة حالية وسنة سابقة. إن هي سنة الأساس، سنة الأساس اللي هي مين؟ السنة السابقة، والسنة الحالية هي السنة اللي أنا بقارن بيها مين؟ سنة الأساس. طب دي القيمة، طلعنا كده قيمة التغير. بعد ما نطلع قيمة التغير بنجيب النسبة بقى، نسبة التغير في البند بتساوي إيه؟ قيمة التغير في البند اللي إحنا طلعناها على قيمة البند في السنة السابقة اللي هي سنة الأساس في 100. تاني، أول حاجة بنجيب قيمة التغير في البند، بشوف الفرق ما بين السنة اللي فاتت والسنة دي. بعد ما بيطلع لي الفرق بجيبه وبقسمه على قيمة البند في السنة اللي قبل كده في 100. بقى هنا الأدوات والأساليب بتاع التحليل المالي كانت هي التحليل الرأسي والتحليل الأفقي إلى جانب بعض النسب والمؤشرات المالية. التحليل الرأسي قلنا ان احنا بنعمل وزن نسبي لبعض البنود نسبتها الى اجمالي الاصول او اجمالي المجموعه اللي بينتمي اليها البند او جمله المجموعه الفرعيه اللي بينتمي اليها البند. ده فيما يخص التحليل الراسي لبنود قائمه المركز المالي. اما فيما يتعلق بالتحليل المالي لبنود قائمه الدخل فبنسبها الى صافي ايرادات المبيعات. بعد كده بنلجأ الى التحليل الافقي اللي انا بحلل بشوف المستوى بتاع البند خلال سنوات متتالية. طيب نشوف أسئلة هنا. حدد مدى صحة أو خطأ العبارات التالية. أول عبارة، يعرف التحليل المالي على إنه عملية دراسة وتحليل منظم للبيانات والمعلومات المتاحة الحالية والتاريخية حول المنشأة من خلال القوائم المالية باستخدام أدوات رياضية وإحصائية للحصول على مؤشرات إضافية تساعد على تقييم الأداء للمنشأة والتنبؤ بالوضع المستقبلي. العبارة دي طبعا صح، بنستخدم القوائم المالية كمخرجات بتفيدني في التحليل المالي للمنشأة. تاني حاجة، تاني سؤال، من الفئات التي تهتم بتحليل القوائم المالية الدائنون والمستثمرون وإدارة المنشأة. العبارة دي طبعا
صح، احنا اتفقنا ان الفئات الداخلية وخارجية، داخلية سواء الادارة والعاملون، والخارجية بيتمثلوا بقى في مستثمرين دائمون مقروضون وهكذا. ثالث حاجة، لا توجد قيود او محددات لعملية التحليل المالي. طبعا العبارة دي غلط، طبعا في قيود، احنا قلنا ان في بعض القيود اللي بتفرض على المحلل المالي ان هو ما ياخدش في اعتبار قوي القوائم المالية، اهي المحددات اللي هو مثلا ان الادارة بقى لها تأثير على المعلومة، تديني معلومة مش دقيقة، او ان يبقى في استخدام سياسة محاسبية معينة من قبل الادارة علشان ترفع ارباحها. فدي من بعض المعوقات اللي ايه اللي بتحد من منفعة القوائم المالية. وعندك التسجيل التاريخي والحكم والتقدير الشخصي وافتراض ثبات القوة الشرائية لوحدة ايه النقد وهي الجنيه. طيب رابع حاجة، يوصف التحليل الأفقي بالتحليل الساكن. العبارة دي بيقول لك التحليل الأفقي هو تحليل ساكن يتسم بالغموض وعدم التعبير عن الصورة الكاملة لأداء المنشأة. العبارة دي طبعا غلط، لأن احنا قلنا إن التحليل الأفقي هو تحليل ديناميكي بيعرفني مستوى وأداء المنشأة على مدى فترات متتالية، وهو برضو بيعبر عن سلسلة زمنية ليه للمنشأة، فأقدر من خلالها أحدد مستوى المنشأة السنة اللي فاتت والسنة دي وأقارنهم ببعض، فيديني إيه البند ده عامل إزاي في خلال السنتين. بعد كده اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات التالية: ينظر إلى التحليل المالي للقوائم المالية للمنشأة على إنه أهم الأدوات التي يمكن استخدامها بواسطة إدارة المنشأة فقط، يعتمد على مخرجات النظام المحاسبي كمادة أولية، تحويل الأرقام الظاهرة في القوائم المالية من مجرد أرقام مطلقة إلى أرقام لها مدلولها، دال الإجابة ب وج معا. طبعا التحليل المالي هو مخرجات النظام المحاسبي، بس اقدر من خلال تحويل الارقام الموجوده داخل هذه القوائم الى ارقام ونسب لها مدلول ومعنى، يبقى الاجابه طبعا هتبقى ب وج. تاني سؤال، اي مما يلي يعتبر من الاعتبارات الواجب اخذها في الحسبان بواسطه المحلل المالي عند القيام بعمليه التحليل المالي؟ لازم يكون ملم بطبيعة نشاط المنشأة التي يقوم بتحليل قوائمها المالية، ب أن يكون الهدف من التحليل هو التركيز على مواضع الضعف والقوة، ج أن يتم استخدام أكثر من أداة من أدوات التحليل المالي، د الإجابة أ و ج. طبعا الإجابة عندي هتبقى لازم يكون ملم بطبيعة نشاط المنشأة، لازم يبقى مدرك لأكثر من أداة طبعا من أدوات التحليل المالي. وطبعا مش الهدف الرئيسي عندي ان انا اشوف نقاط القوة والضعف في لا، ده مش هدف رئيسي عندي، ده يعتبر ايه نقطة من النقاط. ثالث سؤال، من أمثلة القيود التي تحد من فائدة القوائم المالية عند استخدامها في التحليل المالي: افتراض ثبات القوة الشرائية لوحدة النقد، التسجيل التاريخي ومرونة اختيار السياسات المحاسبية، الحكم والتقدير الشخصي، كل ما سبق. طبعا التلاتة بيحدوا من فائدة القوائم المالية عند استخدامها في التحليل المالي. رابع نقطة، إن معيار التحليل المالي الذي تم الوصول إليه من خلال احتساب متوسط النسب للمنشآت التي تعمل في نفس القطاع هو المعيار الاتجاهي، المعيار القطاعي، المعيار النمطي، المعيار المستهدف. طبعا هو المعيار القطاعي. خامس حاجة، من الأدوات التي يمكن استخدامها في إعداد تقرير التحليل المالي، هل هو اللغة والتعبيرات الرياضية، المعادلات والجداول، الأشكال البيانية، كل ما سبق. طبعا العبارة كل ما سبق، ان انا اقدر استخدم الجراف او المعادلات او
التعبيرات الرياضية يعني. طيب هنيجي بقى في سؤال عملي، فيما يلي قائمة المركز المالي لشركة ياسمين عن السنة المالية المنتهية 31/12/2006 مقارنة بالسنة المالية المنتهية في 31/12/2005؟ مديني هنا المركز المالي لشركة الياسمين سنة 2006 وسنة 2005. طب المطلوب إعداد تحليل أفقي مع التعليق عليه. تاني حاجة إعداد تحليل رأسي لجانب الأصول الثابتة لعام 2006 فقط. أول حاجة عايز إعداد تحليل أفقي مع التحضر. طيب احنا قلنا إن التحليل الأفقي هو إن احنا بنقارن من سنة لسنة عن طريق معادلة، بنجيب قيمة التغير، وبعد ما نجيب قيمة التغير بنعمل ايه؟ بنقسمها على ما يخص السنة اللي قبلها. طيب نيجي بقى نحل أول حاجة فيما يخص بال القائمة المركز المالي اللي عندي. عندنا أدي أصول وأصول متداولة، عندنا الجانب أثر حقوق ملكية والتزامات. أول حاجة احنا بنقول إجمالي الأصول، عشان نجيب إجمالي الأصول اللي هي الأصول الثابتة زائد الأصول المتداولة، بنجيب إجمالي الأصول لعام 2005 اللي هي دي، بنقول 800 اللي هي بتاعة الأراضي، زائد 700 ناقص 300 اللي هو مجمع الإهلاك، زائد 200 زائد 260 زائد 340، يديني مين إجمالي الأصول لسنة 2005. طيب في 2006 نفس الكلام، 650 1200 ماينس 400 بلس 350 بلس 200 بلس 500 هيديك إجمالي الأصول فيما يخص 2006. طيب إجمالي الأصول، طبعا احنا عارفين الجانب بتاع الأصول لازم الرقم بتاعه يوصل لإيه؟ لإجمالي برضو الالتزامات، يعني الجانبين يبقوا إيه؟ زي بعض. إجمالي الأصول بيساوي إجمالي الالتزامات زائد إجمالي حقوق الملكية. طيب نيجي نشوف كده الجانب بتاع حقوق الملكية، إجمالي حقوق الملكية ناقص فيه 200 اللي هو رأس المال وإجمالي حقوق الملكية. طب إزاي احنا بقى نوصل لرأس المال؟ طبعا احنا اجمالي حقوق الملكية هتبقى زي اجمالي الاصول بالظبط. قالك اجمالي حقوق الملكية والالتزامات لعام 2005 هيبقى 2000 زي مين؟ اجمالي الاصول لعام 2005، بقى هنا 2000 يبقى هنا برضو 2000. اجمالي حقوق الملكية والالتزامات لعام 2006 هيبقى 2500 زي قبل كده، هنا برضو 2500. طيب ازاي بقى نجيب رأس المال لعام 2005؟ هنجيب ال2000 بتاعت 2005 ناقص ايه؟ كل ايه الحقوق والالتزامات بتاعت سنة 2005 هيديني مين؟ 800. بنقول 2000 ناقص 300 بلس 200 بلس 300 بلس 380 بلس 20 هيديك على طول ايه؟ رأس المال. هنجيب برضو هنا في 2006 يبقى هنقول 2500 ناقص ال450 زائد 300 زائد 400 زائد 350 هيديك ايه الرقم على طول. طيب بقى تيجي نعمل بقى ايه التحليل الافقي. التحليل الافقي بنعمل ايه النسبة ما بين البند و بقيت ايه البنود، اما اجمالية اما ايه فرعية، بنعمل زي ايه النسبة ما بين البند واجمالي الاصول او البند و المجموعة الايه الفرعية ايه المتعلقة بيه. هنيجي هنا اول حاجة نمسك كده في الاصول، اول حاجة الاصول الثابتة، البند الثاني الخانة سوري اللي بعد كده اللي هي نسبة التغير في البند، بعد كده بنعمل خانة للتعليق. نمسك اول حاجة الاراضي، الاراضي بنقول
800 اللي هي بنقول 650، سوري بنقول 650 اللي هي السنة بتاعتنا الحالية ناقص 800 على مين؟ على 800. مش احنا قلنا بنجيب قيمة التغير، بنجيب قيمة التغير السنة الحالية ناقص السنة السابقة على السنة ايه؟ السابقة، هيديك 19%. هي السنة الحالية 650 ناقص 800 على مين؟ على 800. طب الآلات نفس الكلام، هنعمل لو هنعمل نسبة للآلات نفس الكلام، هنقول 1200 ناقص 700 بتاعت السنة، سنة الأساس اللي هي 2500، أساس في 2005 على 700، وهكذا. طبعا هنا حذف الايه، حذف مجمع الإهلاك فيما يخص الآلات والمعدات، وال800 جت من فين، وال400 طبعا قال 1200 ناقص 400 دي 800، وهنا 700 ناقص 300 هتديك 400. بعد ما تطرح منهم مجمع الإهلاك بتعمل ايه؟ بتعمل المعادلة بتاعة التحليل قيمة التغير، وبتطلع النسبة عندك، النسبة هي 100%. طيب مجموع الأصول الثابتة اللي هي 1450 ناقص 1200 على 1200، النسبة بقى طلعت كام؟ طلعت 37.5%. الأصول المتداولة عندك المخزون برضو نفس الكلام، المخزون هنقول 350 ناقص 200 على 200 وهيديني نسبة، وفي كل بند من دول نفس الكلام، دي 500 ناقص 340 على 340، يبقى بنجيب اللي هي القيمة بتاعت السنة الحالية ناقص السنة الأساس على سنة السابق، او اللي هي السنة ايه، سنة الاساس. طيب معنى ايه ان الاراضي 19%؟ قال لك ايه، ان في انخفاض في الاراضي بنسبة كام؟ 19%، ما كانت ايه من 800 ل 650 هيبقى في انخفاض اكيد. طب الالات، قال لك زادت الالات بنسبة 100%، زادت الضعف. طيب بالنسبة لمجموع الاصول الثابتة، قال لك في زيادة في اجمالي الاصول الثابتة ب 37.5%، معنى ان في زيادة في الاصول الثابتة، معنى كده ان زيادة الطاقة الانتاجية. طب نيجي برضو لحقوق الملكية، رأس المال هنقول طبعا الألف ناقص 800 على 800 هدينا 25%. ايه يعني ايه 25%؟ دي يعني زيادة في رأس المال بقيمة 25%. طيب الاحتياطات والأرباح المحتجزة، 450 ناقص 300 على 300 هديني 50%، قال لك زيادة الاحتياطات بنسبة كام؟ 50%. طيب التعليق برضو بتاع الأرباح العامة هتزيد بكام؟ ب 50%. طيب المؤشرات دي كلها فيها زيادات، معنى كده ايه؟ ان هي ايه، ان في دي تعتبر مؤشرات ايجابيه اتجاه ايه، زياده التمويل من مصادر داخليه، اللي هي من راس المال زاد والاحتياطات زادت والارباح العامه زادت، يبقى في ايه، زياده داخليه، وهكذا. بالنسبه برضو للالتزامات، طيب التحليل الراسي للاصول الثابته لعام 2006 ده الطلب الثاني، بنجيب البيان ونجيب النسبة إلى مجموع الأصول ده مرة، والنسبة إلى المجموعة الفرعية مرة. طيب بالنسبة للأصول هنقول الأصول الثابتة اللي هي الأراضي اللي هي 650 على 2500. إيه هي 2500؟ لو تفتكر إجمالي الأصول بتاع 2006 أهو 2500، يبقى حصل إيه، إن أنا عملت نسبة وتناسب ما بين البند وإجمالي الأصول كلها، أو 650 على 2500% 26%. طب لو فرعية، لا الفرعية يبقى أنا هقول الأراضي اللي نسبتها إلى مين؟
بالاصل الثابت ايه؟ مجموع الاصول الثابته فقط. يبقى 650 على 1400 مين؟ و50% يديني 45 ايه في المية. طب الالات قلنا برضو 800 على اجمالي الاصول كلها، اصول ثابته زائد ايه متداول، هيديني 32%. طيب بالنسبه بقى للمجموعه الفرعيه اللي هي ايه الايه 1450 هديني كام؟ 55%، وهكذا. طب يتضح من الجدول السابق ايه؟ ان الاصول الثابته 58 من يعني نزلت 58% من مجموع الأصول كلها، اللي هي كان 26% و32% نجمعهم هيديني كام؟ 58%. طيب الأراضي بتمثل قد إيه من الأصول الثابتة دي؟ 26. طب الآلات بتمثل قد إيه؟ 32% من إجمالي إيه الأصول الثابتة. طيب الآلات بقى لك بتمثل الآلات 32% من مجموع الأصول، و55% من الأصول مين؟ الثابتة. يعني هنا المجموعة الفرعية، وهنا 32 من ايه؟ من اجمالي ايه؟ من اجمالي الاصول. طيب بالنسبة بقى لو هعمل تحليل لقائمة مين؟ قائمة الدخل. طيب فيما يلي ملخص لقوائم الدخل التي أعدت لشركة المنوفية، وذلك من عن عامي 2018 و2019، مديني 2019 و2018، ومديني صافي المبيعات، ومديني طبعا ايه تكلفة البضاعة المباعة، وبعد كده مجمل الربح، وبعد كده مصاريف إدارية، وبعد كده صافي ربح النشاط خلال مين السنتين. مطلوب حساب النسب الايه العامة لبنود قائمة الدخل إلى مين؟ إلى المبيعات. خلاص احنا عارفين المبيعات كام؟ خلاص المبيعات في 2019 11308، تكلفة البضاعة 85005 ايه و30. طب هي نسبتها قد ايه؟ هنقول كده 8535 على مين؟ على 11300 مين و8، هيديني نسبة 75.5. وهكذا 6170 على 8188 هيديني 75. دي النسبة بتاعة تكلفة البضاعة المباعة. طيب قالك تمثل تكلفة البضاعة المباعة حوالي 75% من قيمة مين؟ صافي المبيعات. وهكذا في مجمل الربح، عملنا النسبة بتاعة مجمل الربح هيبقى 2773 على 11308 هيديني 24.5%. طلعت زيها برضو في 2018، هو يعني النسبة ما اتغيرتش من السنة اللي فاتت للسنة دي. نيجي لصافي ربح النشاط برضو، هنقول 1113 على 11308 يديني 9.8، والنسبة في 2018 كانت 11.1، يبقى في زيادة في النشاط. هنا يبقى في مش زيادة بقى، هنا 2018 وهنا 2019، يبقى في طبعا نقص في صافي الربح. نخفض نسبة صافي ربح النشاط من 11.2 إلى 9.8 رغم زيادة قيمة مين؟ المبيعات. يعني رغم إن في زيادة هنا إلا إن إيه؟ إن في نقص في صافي ربح النشاط. وبكده إحنا يكون اتعرفنا على إيه التحليل الرأسي والتحليل الأفقي، وعرفنا إزاي بنستخدم البنود كنسبة من البنود الفرعية والمجمل اللي هو مجموع الأصول أو المجموعة الفرعية. وبكده نكون انتهينا ان شاء الله من الفصل الثاني، وهو اساسيات التحليل ايه المالي.